السلام عليكم. الإخوة في مبادرة شؤون اللاجئين الأفارقة، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. الواحد بيسلم عليكم ابتداء من السيد رئيس المبادرة ألفريد والمشرفين والمشرفات وأعضاء المجموعة، كلكم إن شاء الله طيبين وربنا يصلح الحال، حال السودان وحال اللاجئين جميعا إن شاء الله. لي فترة طويلة جدا جدا ما عملت أنا مداخلة في المجموعة بتاعة المبادرة نسبة للظروف الحاصلة، لكن متابع كل الأحداث الحاصلة وبسمع لأصواتكم وبسمع الآراء ومطلع على كل حاجة يعني في المبادرة في المجموعة هنا. أول حاجة والحاجة المؤسفة اللي حصلت للأستاذ ألفريد من اعتقاله لغاية ما جو رحلوه من مصر إلى رواندا، فدي حاجة مؤسفة جدا جدا ونحن نستنكرها استنكار تام كلاجئين. ومن ناحية أنا أقول دي الخطوة دي يعني خطوة جديدة برضو للمبادرة، ممكن تدعم المبادرة كتير، لأنه حتى رئيس المبادرة لما يكون هنا في مصر ممكن يكون مقيد وممكن يكون متابع وممكن يكون يعني يتابعوه وكده ويضايقوه حتى انه ما يعني يبين حقائق وكده، لكن مع انه هو اصلا مهما حصلت له مضايقات حصلت له من المضايقات وكده فهو لا يحيد عن الكلام عن الشغل بتاع المبادرة، فهو مهما حصل الحقوق دي هو هيطاردها، نحن متأكدين، لأنه الزول بصراحة فدى نفسه يعني للمبادرة ولخدمة اللاجئين. فخير شاهد إنه الاعتقال الحصل والترحيل التمة ده يدل لنا على إنه الزول ده لا يحيد عن القضية بتاعت اللاجئين الأفارقة، فنتمنى من ربنا إنه يوفقه ويوفق جميع اللاجئين ويطلعهم من البلد دي إلى بلد تحترم الحقوق بتاعت اللاجئين جميعا وتحترم الإنسانية. فأقول لكم مبروكين بصراحة، مبروكين إنه المبادرة ماشي في طريقة الصح، ولولا المبادرة كانت ماشي في طريقة الصح لما كان يترحل الأستاذ ألفريد من مصر هنا لرواندا، فهما يحاولوا يرحلوا من هنا عشان يمشي هناك وما يقدر يخدم القضية بتاعت اللاجئين وما يعمل لهم زعزعة كثيرة هنا تاني، لكن هما يا دوب كده فتحوا له الطريق والطريق بقى معبد يعني معبد أمامه إنه هو يناقش القضايا دي بكل أريحية. تمام، فنتمنى إنه ربنا يوفقنا جميعا إن شاء الله، ونحن عبر هذه المبادرة لغاية ما ننال آخر حد من حقوقنا من المفوضية اللا إنسانية.
شايف برضو الناس تتكلم عن المجموعات بتاعت الفيسبوك وفي تويتر وكده، فياريت الناس تعمل شير كتير وتتابع، تتابع عبر اليوتيوب والفيديوهات اللي بتنزل يعني عبر اليوتيوب وتويتر. انا برضو شايف انه في فيديوهات نازلة، لكن هناك في تويتر ما في تفاعل، فياريت انه الناس تحاول تتفاعل مع الفيديوهات دي، وتوصل الاصوات بتاعتنا لابعد مدى. وفي شايف ما شاء الله، بس في المجموعات في القناة بتاعت اليوتيوب شايف في تفاعل، وفي نسب بتاعت مشاهدات ما شاء الله برضو كتيرة، فياريت الناس تحاول تتفاعل مع المواضيع دي، لأنه الحاجة دي كل ما انتوا تفاعلتوا مع المجموعات دي كل ما القضية بتاعتكم فاتت اتقدمت. تمام، فنحن نتمنى انه ربنا يوفقنا ويطلعنا من البلد دي ان شاء الله. الحاجة الثانية، في ناس محبطة هنا في المجموعة وتقعد تقول آراء مختلفة عن آراء اللاجئين والقضية بتاعت المبادرة الأساسية. فأنا بقول للناس ديل، أصلا أنتوا لو شايفين أنه المبادرة دي أصلا ما بتخدم، فأنتوا جيبوا اللي عندكم. نحن عايزين في النهاية عايزين زول يخدم القضية بتاعت اللاجئين الأفارقة من هنا، عايزين زول يجينا بحلول سليمة. أيوة أنت تعلينا بس بحلولك، زي ما الأستاذ ألفريد جانا بحلول وقدم لنا الحلول دي، والناس كلها وافقت على الحلول دي وشافت إنه الحلول دي مناسبة وهي القادرة إنه تحل المشاكل بتاعت اللاجئين الأفارقة. انت برضو تعلينا بخطة زي دي، ونحن لو ما اتبعناك بعد كده انت تتكلم، لكن انت تجي بس تنقض في الزول ساي من غير اي سبب. فانا شايف الناس مفروض حاجات زي دي تخليها وتشوف القضية بتاعتها وين. وانت لو اصلا يعني مثلا انت عندك مصلحة خاصة مثلا من المفوضية، او هي المفوضية بتتعامل معك مع الملف بتاعك بطريقة كويسة، خلاص انت برضو يعني كلاجئ افريقي عندك اخوان هنا، عندك اخوك، عندك عمك، اختك، خالك، يعني حتى لو ما عندك زول من الاقربين، يعني اي واحد افريقي يعني ده برضو جزء لا يتجزأ منك. فنحن كلنا لو كنا عايزين مثلا الناس كلها لو عايزة مثلا تطارد المصالح بتاعتها الشخصية، لما كان الأستاذ ألفريد كون مبادرة، لو على نفسه هو كان ممكن يسفروه، ممكن يعملوا معه أي مساومة عشان هو يتخلى عن الموضوع بتاع المبادرة دي ويمشي، لكن لا، هو فضل إنه هو يطارد القضية بتاعت اللاجئين عامة. وزول زي ده حتى لو المفوضية سفرته هو هيخدم برضه، لأنه ده بسعى لتغيير حقيقي، وبسعى لحتة إنه عشان الناس تحترم الإنسانية وتحترم الأفارقة كناس كبشر. نحن التعاملات اللي احنا قاعدين نشوفها هسي حاليا في شوارع ولا في المكاتب بتاع في المكتب بتاع المفوضية، ده يعني بصراحة ما في أي تقييم للاجئ، وما في أي تقدير، وما في له أي مكانة، ما حاطين له أي مكانة، عرفته؟ نحن يعني أدنى حقوقنا منتزعة من المفوضية، يعني ما حرام
انه يا اخي واحد 7 سنة ولا 8 سنة لسه ما اتعمل له انترفيو، يعني الوضع بتاعه لسه ما حددوه، يعني ده قانونيا يسمح؟ القانون بتاع الامم المتحدة بيسمح للكلام ده؟ انا ما عارف بصراحة الموضوع ده. بصراحة المفوضية قاعدة تتجاوز حاجات كثيرة بصراحة، اتجاوزت القانون الإنساني بصراحة، القانون اللي هي موقع عليه هي اتجاوزته أصلا، هي ما شغالة بالقانون ده، فهي بس بتعمل الفراسة، اللي عايزة تعمله تعمله، ما عايزة تعمله ما هتعمله، لأنه القضية بتاعتك دي ما في زور راعيها، عرفتها؟ ما في زور راعيها، لكن البرعاها منو؟ نرعاها نحن، نحن اللي بنحرك القضية بتاعتنا، نحن اللي بنحرك الرأي العالمي، نحن اللي بنرفع الشكاوي حقتنا لقدام والناس تشاهدها والعالم جميع كله يشاهدها، ويجي دين المكتب بتاع المفوضية على التجاوزات اللي حصلت. نحن لو ما حركنا القضية بتاعتنا نحركها لنا منو؟ فياريت ياريت الناس كلها يعني تشوف المصلحة بتاعتها وين، المصلحة بتاعتها وين، وتجي تدعم المبادرة دي. يعني أنا لو علي يعني الناس، يعني الناس دي كلها تشارك في المبادرة دي بصراحة، يعني الأفارقة دي كلهم يشاركوا في المبادرة دي. أنا ما عارف برضو في حاجة تانية، شايف إنه الناس هنا في الناس في المبادرة، يعني شايف أغلبية المتداخلين هنا والمتواجدين هنا في الجروب بتاع المبادرة، شايف بس أغلبيتهم سودانيين وجنوب السودان، وين باقي الناس؟ في كمية هائلة من اللاجئين الأفارقة هنا من الدول الثانية، يا ريت نحن نشوف، أو كمان المبادرة تشوف، الإدارة بتاعت المبادرة تشوف تعمل برضو مع لقاءات مع الناس ديل، ديل برضو بخدموا القضية بتاعتنا. فأنا طلت عليكم ونشكركم على الاستماع، فنسأل الله إنه يوفقنا إن شاء الله، ونحن نحقق المطالب بتاعتنا وناخذ الحقوق بتاعتنا من المفوضية اللا سامية. شكرا.